ثم بيّن ابن القيم رحمه الله أن حسن الظن بالله لا يستقيم إلا مع حسن العمل، لا يستقيم إلا مع حسن العمل. وأما سوء العمل لا يكون معه حسن ظن بالله إلا شيء يكون في النفس على وجه المغالطة لها، على وجه المغالطة للنفس لتبقى مصرة على الذنوب والمعاصي. أما حسن الظن حقيقة بالله لا يكون إلا مع حسن العمل. ولهذا نقل نقلا عظيما جدا عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. إذن حسن الظن مرتبط بحسن العمل، وسوء الظن مرتبط بسوء العمل. قل أيضا إن شئت إن حسن الظن يثمر، إن حسن العمل يثمر حسن الظن، كلما اجتهد العبد في إحسان العمل يثمر هذا حسن الظن، والإساءة في العمل تثمر الوحشة وسوء الظن، لا تثمر حسن ظن وإنما تثمر وحشة وسوء ظن. ولهذا فإن مرد الأمر إلى صلاح العمل، صلاح الطاعة لله سبحانه وتعالى وحسن التقرب إليه سبحانه وتعالى بصالح الأعمال. يقول: كيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه؟ ما يمكن، حال مرتحل في الذنوب والمعاصي وما يسخط الله ويغضبه سبحانه، متعرض للعنة الله، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه، كيف يكون هذا محسن الظن وهو على هذه الحال؟ وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وعاد أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفاته وأساء الظن بما وصف به نفسه؟ قال: وكيف يحسن الظن به من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب؟ كل هذه لا تستقيم مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى.